اهلا بكم من جديد. اذا كان فن السيره يقوم على تدوين سير الكبار والعظماء والعباقره، فكان لابد يعني لهذا الفن ان يقوم بتدوين سيره رجل حمل الخير للبشريه كلها، سيره رجل اخرج البشريه من الظلمات الى النور ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. وبالتالي كانت سيره محمد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من اكثر السير التي تم كتابتها وتداولها على مر التاريخ. السيرة النبوية الشريفة تم تسجيلها في كتب التاريخ وتم تسجيلها في الكتب الأدبية، يعني في الروايات وفي الأشعار وفي المسرحيات، كذلك تم تسجيلها في أفلام السينما وفي مسلسلات التلفزيون وفي الأناشيد والأغنيات والمدائح النبوية الشريفة عن يعني في مستهل عام هجري جديد. كل عام وحضراتكم بخير. سنتحدث عن السيرة النبوية الشريفة من زاوية أخرى، زاوية الفن والأدب. ومعنا في هذه الفقرة معنا ضيفنا الكريم الدكتور عزوز علي إسماعيل، أستاذ الأدب والنقد والبلاغة. أهلا بك دكتور عزوز. أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. شكرا، أهلا بك يا فندم، أنك يعني قبلت الدعوة وشرفتنا. أشكر حضرتك. كل عام وحضرتك بخير يا فندم. وبداية يعني ونحن في مستهل عام هجري جديد، تذكر واستعادة وقائع الهجرة التي هي جزء أصيل من السيرة النبوية الشريفة. صحيح. كيف يمكن أن يكون مساعدا ومرشدا للمرأة في مواجهة صعوبات الحياة؟ صحيح. في البدء لابد وأن نقدم التحية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم حين أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى مثواك، فأنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك. صلى الله عليه وسلم. الهجرة النبوية، كلمة الهجرة هي التغيير، الانتقال من مكان إلى مكان، الانتقال من فكر إلى فكر. إذا ضاق بك الحال في مكان فعليك أن تهاجر، إذا ضاقت بك الحرية في مكان، إذ لم تكن لديك القدرة على التعبير في مكان، فعليك أن تهاجر، مثلما فعل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظل سنوات يدعو إلى الله في بهذه الرسالة السامية العظيمة، وحينما اشتد الخناق عليه أمره المولى عز وجل بالهجرة فهاجر من مكان إلى مكان. فالهجرة لها أكثر من معنى، لها معنى قولي ومعنى فعلي ومعنى فكري. الانتقال بالفكر، الانتقال من أجل الإنسان ومن أجل ذات الإنسان حتى يقدم المزيد مما لديه ويستفيد من الآخرين. الرسول محمد ضاقت به الحرية وضاق ذرعا بأرضه ببلده التي قال: لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. هذه مكة المكرمة التي خرج من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نحتفل بهذه الذكرى العظيمة الهجرة النبوية. عبر التاريخ وعبر مسارات الكتابات الأدبية والنقدية سواء كان في الشرق أو في الغرب، هناك العديد من الأعمال الأدبية التي رسخت هذه القيم، ولكن للأسف الشديد لدينا في عالمنا العربي اللي هو أصل الديانات لا توجد أكثر من 11 عملا فنيا قدم السيرة النبوية بطريقة أو بأخرى. لدينا هذا سنتحدث عن الأعمال الفنية يعني في وقت لاحق في هذه الفقرة، ولكن في البداية السيرة النبوية الشريفة، خلينا نتتبع يا فندم بدايات تدوين السيرة النبوية تمام. الشريفة يعني طبعا كان في البداية القرآن الكريم خير مصدر للسيرة النبوية الشريفة، ثم كتب السنة، ثم تأتي كتب التراث. صحيح. كتب التراث يعني من مثل على سبيل المثال من أمثال كتاب سيرة ابن هشام والطبقات الكبرى لابن سعد وتاريخ الطبري. كيف جاءت السيرة النبوية الشريفة في هذه الكتب؟ صحيح. معظم الكتابات لم تدون، بل وصلت إلينا شفاهة حتى القرن الثاني الهجري تقريبا، ومع بدايات الدولة الأموية بدأ التدوين وبدأت الكتابات، سواء كان في القرآن الكريم وما جاء بعده، لأن الحفاظ بدأوا يموتون فأمر الخليفة
تدوين القرآن الكريم وهو خير كتاب، ثم بعد ذلك الكتب الأخرى التي كانت يعني مدافعة ومتفقة مع القرآن ومفسرة إلى حد ما لأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وللغزوات وللمعارك التي خاضها المسلمون الأوائل من أجل نشر هذا الدين العظيم. فبدأت السيرة تصل إلينا شفاهة، مما دعا بعض المستشرقين إلى أن يقول إن هناك أخطاء قد دخلت في السيرة النبوية تحديدا، وعلى رأسهم مستشرق اسمه جولد تسيهر، وهو من أشد أعداء الدين الإسلامي الذي ألصق بالنبي محمد وبالهجرة تحديدا أخبارا مغلوطة. تتذكر في أي قرن يا فندم تقريبا؟ الايه؟ تتذكر في اي وقت هذا المستشرق؟ هذا المستشرق في من اقل من قرن تقريبا، من في بدايات 1920 او 1900، في بدايات القرن العشرين يعني، في هذه الاوقات المتاخرة وليس في الاوقات المتقدمة، لان هناك كتب كثيرة كتبت عن السير الذاتية، عن السير النبوية. وهذا الرجل وغيره من المستشرقين، وللعلم ان هناك من المستشرقين من كان منصفا مثل إيميل من غاردن، هذا الكاتب الإنجليزي كان منصفا لحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكتب عن حياة المصطفى الكثير من المقالات والكتب. ولكن هناك بعض المستشرقين وللأسف حينما أرادوا النيل من شخصية الرسول وخاصة في الهجرة والتكذيب ببعض الأشياء التي حدثت في الهجرة، وللأسف هناك من الكتاب العرب من يسيرون وراء هذه المغالطات، وهذا الأمر يدعونا إلى البحث الجيد والاستقصاء في هذه المعلومات المتواترة، لأن الأمر وصل إلينا في البدء شفاهة. دكتور عزوز، كتب التراث التي يعني أنا ذكرتها بالتحديد، هذه الكتب تحدثت عن السيرة النبوية الشريفة بأسلوب معين، يعني هي في الأساس ركزت على الحقائق التاريخية. دكتور عزوز، خلينا أقول لك الكتب دي تاني: تاريخ الطبري، الطبقات الكبرى لابن سعد، سيرة ابن هشام. يعني هم كانوا مدققون للغاية. صحيح. نعم. صحيح. هم كانوا مدققون في الغاية. صحيح. واعتمدوا على الحقائق التاريخية في المقام الأول. صحيح. نعم. صحيح. ممكن تاريخ الطبري تحديدا اللي اعتمد عليه جلد تسيهر في كتابه الضخم دراسات محمدية، وبدأ يكذب ويأخذ من الطبري، لأن الطبري جاب كل حاجة، يعني مثلا حتى الإسرائيليات موجودة في تاريخ الطبري، ويشير إلى ذلك، ويقول جلد تسير هذا المستشرق إن الطبري هو الذي جاء بهذا الكلام. فاستند هذا المستشرق الذي كان هو من أشد أعداء الدين الإسلامي إلى الكتب التي كتبها المسلمون الأوائل مثل الطبري وغيره. طبعا عندنا السيرة النبوية لابن هشام الأنصاري المصري، عندنا السيرة النبوية لابن إسحاق، وعندنا مؤلفات عديدة. طبعا عندنا الإمام القاضي عياض الإمام المغربي. كان في تضارب أو تناقض بين هذه المصادر، بين هذه الكتب التراثية. هناك تضارب في بعض الأحداث الجانبية. هناك بعض الأحداث الجانبية، ولكن الأحداث الأم، الأحداث يعني مثلا حادثة السيدة عائشة، تضارب كثير بعد ذلك، وهناك من أراد أن ينال من هذه السيدة العظيمة، وحكت حكايات كثيرة جدا جدا حول هذه الجزئية، جزئية السنة والشيعة، وعزفوا على ذلك عزفا منفردا إلى أن جاء طه حسين وكتب لنا مؤلفه الفتنة الكبرى، وعرج على كثير من القصص. على ذكر طه حسين، يعني عايزين نقول أن هذه الكتب التي يعني قمت بذكرها لها ما لها وعليها ما عليها، ولكنها في نهاية الأمر كانت المصادر التي اعتمد عليها الكتاب المعاصرون. صحيح. من أمثال طه حسين، من أمثال العقاد، من أمثال محمد حسين هيكل، من أمثال الصحار يعني. صحيح. وغيرهم يعني وغيرهم يعني كثيرين. طيب خلينا نقول ان هذه يعني السيرة الذاتية السيرة النبوية هي في اصلها حقائق تاريخية، وقائع لا تتغير. صحيح. هي ثوابت. صحيح. ومع هذا جاءت كتابات متعددة عن هذه السيرة من قبل هؤلاء المعاصرين. صحيح. يعني على وكتابات مختلفة كمان. بالضبط، على وجه الخصوص. صحيح. مما يعني انك تقدم معالجات مختلفة، قراءات مختلفة، رواة مختلفة، يعني انت لا تقدم واقعة جديدة ولكنك تقدم قراءة جديدة لهذه الواقعة. حضرتك قلت على جزئية مهمة جدا، ويعني على ذكر الدكتور طه حسين. عشان كده انا هاخدهم باب الترتيب.
بالترتيب، يعني هناخد هؤلاء المعاصرين كده بالترتيب ونتحدث كيف تناول او كيف كانت قراءة كل يعني كل منهم عن السيرة النبوية الشريفة. وخلينا نبدأ بعباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد العقاد وكتابه الشهير عبقرية محمد. هذا الكتاب كتبه عملاق الأدب عباس محمود العقاد سنة 1942. عبقرية محمد، حينما أراد العقاد أن يكتب عبقرية محمد، ما الذي دعاه إلى أن يكتب عبقرية محمد؟ كان قد قرأ لي للكاتب الإنجليزي الشهير توماس كارليل كتابه الذي عنون بالأبطال، فوجد هذا الكاتب الإنجليزي يكتب في هذا الكتاب فصلا كاملا عن الرسول محمد، فبدأ يقرأ وبدأ يجد في هذا الكتاب بعض الهفوات وبعض الهنات الموجودة التي برضو تنهال من شخص الرسول محمد. ولكن كان العقاد يجلس مع أصدقائه من مدرسة الديوان المزني وشكري وغيرهما من الكتاب، فقالوا ما الذي يضيرنا أن نكتب نحن صحيح عن الرسول محمد، ونحن أولى به ونحن نعلم من هو الرسول محمد. ولكن العقاد تأخر في حدود 30 عاما إلى أن أصدر كتابه سنة 1942 عبقرية محمد. ما الذي كان في هذا الكتاب؟ حاول العقاد أن يتحدث يعني عن العبقريات عند الآخرين ومقارنة بالعبقرية عند سيدنا محمد. طبعا العبقرية هي سبق وابتكار وتفرد. العقاد تناول العبقرية في كل جزئية من جزئيات حياة الرسول محمد. يعني مثلا أي شخص لديه عبقرية في جزء معين، شخص لاعب كرة ماهر في لعب كرة يمكن يكون فاشل في التعليم، ولكن تناول العباس محمود العقاد عبقرية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من النواحي كافة. وده على اختلاف مثلا ما تناول عن سيدنا عمر، له عبقرية عمر وله الصديق وما إلى ذلك. تناول عبقرية في الإدارة السياسية للرسول محمد، وأيضا الإدارة الدينية، وأيضا تناول العبقرية في تبليغ الرسالة وحتى في تعدد الزوجات، تناول العبقرية في ذلك. إذن عباس محمود العقاد تناول عبقرية الرسول محمد من زوايا عديدة ومحاولا المقارنة بينه وبين العبقريات الأخرى. يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب كانت لديه عبقرية في العدل، كان عادلا لا يشق له غبار في ذلك. الصديق اكثر، يعني العباس محمود العقاد يعني المكتبة العربية تذكر بكتب هذا الرجل الذي قد تصل الى 100 كتاب خاصا في الكتابات الإسلامية. اذا عباس محمود العقاد صاحب كتاب عبقرية محمد والذي اصدره سنة 42 كان الدافع لهذا الكتاب ما كتب عن الرسول محمد في الغرب، يعني كان هناك دافع خاصة من هذا الكاتب الانجليزي كارليل. ولكن اذا ركز العقاد في كتابه على عبقرية محمد على الجانب العقلي لشخصية النبي الكريم. خلينا ننتقل سريعا لكاتب آخر عبد الحميد جودة الصحار وكتابه محمد والذين معه، هو موسوعة في واقع الأمر، يعني سلسلة من 20 كتاب. حدثنا يا فندم عن هذا العمل. عبد الحميد جودة الصحار كاتب إسلامي من طراز رفيع، وعلى فكرة هو اللي كتب عم أتذكر فجر الإسلام وقدم فيلم وعرض في هذا العمل تحديدا والأعمال الأخرى محمد رسول الله الذين معه. نعم. كتب في هذا الكتاب عدد من الأحداث التاريخية التي فيها بعض الأقاويل الكثيرة، ولكنه حاول أن يثبت بالدليل العقلي والنقلي أن هذه حقائق حدثت للرسول محمد. حتى تطرق عبد الحميد جودة الصحار لبعض المعجزات التي كانت على عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتطرق أيضا إلى النواحي الاجتماعية. وكذلك الأمر عبد الحميد جودة الصحار لما كتب فجر الإسلام وحاول يعني تسليط الضوء على بدايات ظهور الإسلام وكيف كانت الحياة البدوية آنذاك، وكيف كانت يعني حكايات القص تلقى على العرب والعرب يعشقون هذا القص، فحاول أن مثل ما فعل طه حسين في على هامش السيرة، حاول أن يقدم هذه الصورة عن طريق القص والحكي. عبد الحميد جودة الصحار له أكثر من عمل ديني قدم من خلال هذه الأعمال يعني مختصرات وليس مختصرات من حياة الرسول محمد، وهي تعتبر من يعني أجزاء من سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة الرسول محمد من أعظم
الشخصيات التي يمكن أن تتحدث عنها. طبعا خلينا ننتقل لكاتب آخر هو عبد الرحمن الشرقاوي وكتابه محمد رسول الحرية. إذا كان العقاد ركز على الجانب العقلي لشخصية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن الشرقاوي ركز على الجانب الإنساني يا دكتور عزوز. صحيح، عبد الرحمن الشرقاوي ركز كل تركيزه على الجانب الإنساني، وكان متبعا منهجا علميا في هذا الكتاب. يعني عبد الرحمن الشرقاوي تحديدا له باع كبير حتى في المقالات التي كان ينشرها، له أيضا كتاب محمد رسول الحرية ومحمد رسول الإنساني. في هذا الكتاب حاول أن يستخدم المنهج العلمي، هذا المنهج الذي يعتمد على مقدمات ثم في النهاية يأتي بالنتائج. فحاول عبد الرحمن الشرقاوي في هذا العمل تحديدا تقديم صورة نموذجية للرسول، وخاصة في الحياة الاجتماعية وما انتابت تلك الحياة من عثرات كثيرة، وخاصة في جزئية الهجرة، وخاصة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الذين آزروه في المدينة. كتب عبد الرحمن الشرقاوي عن الأنصار في هذه الجزئية تحديدا الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا كتب عن المنافقين الذين نافقوا الرسول وكانوا يظنون أنهم يعني ينافقون الرسول، لكن كان الرسول يعلم أنهم منافقون. عبد الرحمن الشرقاوي عزف على النواحي الاجتماعية، ولكن ما يحمد هذا الرجل أنه كان متبعا منهجا علميا محددا يحاول أن يصل إلى نتائج من خلال مقدمات. وهذا كتاب لا غنى عنه لكل الدارسين. نفس المنهج العلمي يا فندم اتبعه محمد حسين هيكل في كتابه في كتابه حياة محمد. حياة محمد، نعم، هو قدم الكثير من الأسانيد والبراهين على كل كلمة ذكرها وكل واقعة ذكرها في هذا الكتاب. الدكتور محمد حسين هيكل يعني في هذا الكتاب حياة محمد يعني ذكر يعني واقعة عظيمة جدا وهي كسوف الشمس. عزف على هذه الجزئية، قال جاء وقت كسوف الشمس مع موت إبراهيم ابن رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول لم ينتهز هذه الفرصة ليقول إن كسوف الشمس كان بسبب موت ابنه إبراهيم، وذكر بأن الرسول لم ينتهز هذه الفرصة، وكان من الممكن أن يتحدث في ذلك ويؤكد على دينه في ذلك، ولكن الرسول هو هاديا ومبشرا ونذيرا. يعني في هذه الجزئية في كتاب حياة محمد حاول هذا الكاتب المتمكن الدكتور محمد حسين هيكل من رصد بعض الأشياء التي أثيرت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة مثل هذه الجزئية وجزئيات أخرى، لمحاولة إثبات نبوءة هذا الرجل، ومحاولة إثبات أن هذا الرجل هو بالفعل رسول من الله قدم للإنسانية الكثير، حمل على عاتقه أمانة الرسالة. في هذا الكتاب دكتور عزوز كتاب حياة محمد لهيكل أورد ترجمة لما قاله المستشرق الفرنسي بخصوص رحلة الإسراء والمعراج. هذه الترجمة تتمتع بصياغة لغوية جميلة. قبل أن نخوض في أمر هذه الصياغة الجميلة، خلينا نتحدث عن هذا المستشرق الفرنسي إيميلي ديرمنغهام. إيميلي ديرمنغهام هو مستشرق، الحقيقة له كتابات كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الإسلام وجهنا. ماشي، أنا هقول لحضرتك على هذا مستشرق فرنسي بالفعل صدر الدكتور هيكل كتابه، وأيضا هناك مستشرقون آخرون تحدث عنهم الدكتور هيكل في هذا الكتاب، ولكن هذا المستشرق تحديدا يمكن كان منصفا للإسلام في أجزاء، وللعلم الاستشراق بصفة عامة، الاستشراق بصفة عامة هو من أجل النيل من الإسلام، ولكن هناك كتاب أخذ جزئيات بعينها للتأكيد على قضية الاستشراق، وحاولوا بشتى الطرق العزف عليها للتأكيد أنهم يحبون الإسلام. هناك من المستشرقين من أراد أن يدخل في الإسلام، ولكنه كان يضمر بداخله الكثير والكثير من العداوة للرسول محمد وللأمة الإسلامية. وتناول أيضا في هذا الكتاب قضية الإسراء والمعراج، قضية الإسراء والمعراج قضية شائكة جدا جدا جدا، ولكن النص واضح في القرآن الكريم، وكان الإسراء بالروح والجسد والمعراج أيضا بالروح والجسد، ومن فصل هذا الأمر أكثر من المستشرقين؟ طبعا المستشرقون أخذوا المعلومات من الكتب الأولى، وخاصة من تاريخ الطبري، وخاصة معظم المستشرقين أخذوا، لأن التاريخ الطبري فيه إسرائيليات كثيرة، فيه أشياء مغالطات كثيرة، هم قالوا هذه الكتب التي ألفها مسلمون،
فأخذوا هذه الأجزاء وطوروها وبدأوا يضعون السم في العسل. وانتقوا الأجزاء يعني بعينها. انتقوا بعض الأجزاء، لكن في قضية الإسلام والمعراج أقول لحضرتك على كتاب مهم جدا، القاضي عياض هذا الكاتب المغربي العظيم الذي كتب كتابه الشهير الشفاء في تعريف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب في السيرة النبوية لا غنى عنه لقراء السيرة النبوية. جاء أستاذنا الدكتور أحمد جمال العمري وعمل هذا الكتاب شرح وأخذت منه جزئية الإسراء والمعراج تحديدا، فصل كامل للتوضيح والشرح والتأكيد على أن الإسراء كان بالروح والجسد معا. طب خلينا نرجع تاني لبرمنغهام، لبرمنغهام بالتحديد، يعني هذا المستشرق وله كتابات، له كتابان بالتحديد، ده كتاب حياة محمد سنة 29 ومحمد والسنة الإسلامية عام 55، وكثير من الدراسات الحية التي نشرت يعني في مجلات عالمية. هرجع تاني بقى للصياغة اللغوية الجميلة التي جاءت في كتاب هيكل بخصوص الإسراء والمعراج، مترجمة عن 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 المستشرق بالظبط، عن نص يعني عن جزء من كتاب هذا المستشرق. هقراها لحضرتك كده حتى تعلق على هذه اللغة يعني الرفيعة. لا هو كان هو ترجمة من شخصه يعني ترجمة بلغة هيكل. بلغة هيكل، والله أنا يعني أنا لما أفهم هل هيكل هو من قام بالترجمة؟ هيكل هو من قام بالترجمة. هو هيكل كان ترجم. طيب خليني أقرأ هذا الجزء. استيقظ محمد على صوت يصيح به: أيها النائم قم. صحيح. وقام فإذا أمامه الملك جبريل والضوء الجبين، أبيض الوجه كبياض الثلج، مرسلا شعره الأشقر، واقفا في ثيابه المزركشة بالدر والذهب، ومن حوله أجنحة من كل الألوان ترعش، وفي يده دابة عجيبة هي البراقة. ما رأيك في هذه الصياغة؟ كلام أدبي راقي وجميل جدا. هو كيف بيتكلم عن جزئية الإسراء والمعراج؟ هذه الجزئية تحديدا يتحدث فيها عن جزئية الإسراء والمعراج، وهو تأكيد على ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة. أنا أقصد الناحية الأدبية، الناحية الأدبية جميلة جدا وراقية جدا. هل هنا تخص المترجم وهو هيكل كما ذكرت؟ يعني أنا المترجم هو كاتب أدبي، بس هكمل بس جملتي. هل هذه الصياغة اللغوية الجميلة ترجع للمترجم وهو محمد حسين هيكل كما ذكرت حضرتك، أم ترجع للمستشرق نفسه وهذه هي لغته؟ يعني ترجع للاثنين معا. نعم. المستشرق كتب ما يملي عليه نفسه بعد أن قرأ الترجمات العربية، وحاول أن يكتب سطرين ثلاثة في هذه الجزئية، دي مقالة طويلة على فكرة، بهذا الأمر. ولكن هيكل جاء بصياغته الأدبية من الترجمة. في عندنا أنواع كثيرة من الترجمة، في ترجمة علمية، ترجمة أدبية، ترجمة صحفية، ترجمة كذا. هيكل ترجم بأسلوبه الخاص، ولكنه لم يخرج عن السياق العام لما كتبه هذا المستشرق. ولكن فيه الروح الأجنبية بتاعت إيميلي. لا، يعني ليست الروح الأجنبية، في روح أدبية. الروح الأدبية، روح اللغة، اللغة الفرنسية يا فندم. على فكرة اللغة الفرنسية من أرقى اللغات. ده صحيح. اللغة الفرنسية من أرقى، من أجل ذلك اختيرت اللغة الفرنسية لكتابات القوانين. لأنها من أرقى اللغات. طب تمام. خلينا نذهب لكاتب آخر، توفيق الحكيم وكتابه محمد الرسول البشر. هذا الكتاب يا فندم، هذا الكتاب الذي جاء مختلفا تماما. صحيح. عن كل كتب السيرة. صحيح. كيف كان هذا الاختلاف وكيف كان تأثير هذا الاختلاف على الكتاب نفسه وشهرته ونجاحه يا فندم؟ توفيق الحكيم تحديدا له كتاباته التي تخاطب الذهن إلى حد ما والعقل، مثل ما كان يفعل عباس محمود العقاد. توفيق الحكيم له يعني كما كتب عودة الروح وكتب عصفور من الشرق مستلهما الروح العربية حينما كان في فرنسا، أيضا كتب عن الرسول محمد في هذا الكتاب الكثير والكثير. حاول توفيق الحكيم في هذا الكتاب التأكيد على نبوءة هذا الرجل وعلى إنسانية هذا الرجل بطرق شتى، وأيضا عزف على جزئية الإسراء والمعراج وغيرها من الإشكاليات التي كانت مسار جدل كثير في كتب التاريخ. توفيق الحكيم يمكن يعني نظر لقراءاته الأجنبية الكثيرة كان متأثرا ببعض المستشرقين الكبار وخاصة الروس وأيضا الفرنسيين الذين تعلم منهم الكثير. يعني أندري جيد كان توفيق الحكيم متأثرا بهذا الرجل تأثير كبير جدا جدا، لدرجة أن كان فيه مراسلات في كتابه زهرة العمر. توفيق الحكيم حاول من خلال كتاباته الرد على بعض المستشرقين فيما زعموا عن النبي محمد في هذا الكتاب تحديدا.
بس خلينا نقول برضو ان محمد الرسول البشر كان في شكله مختلف تماما يا فندم، يعني كان هو كتب في اسلوب حواري مسرحي يا دكتور عزوز، وهذا لم يكن شائعا. هو طبيعي طبيعي الحكيم كده، يعني قال لك اقسم الكتاب صحيح. لفصول ومشاهد وهكذا، اكس وسين بالظبط، كانها مسرحيه وحوار بالظبط كده، وقال لك لحط تعقيب ولا حط فاصل. هو كان تفسيره لهذا الامر انا مش عايز احط اي فواصل اي حاجه. وذكر سبب ذلك كمان، اتفضل، انه لا يريد ان يضع فاصلا بين مشهد ومشهد حتى يظل القارئ في تتابع حتى يصل الى النهايه. صحيح، او حتى قال كمان يعني لا يحق لي ان اجعل القارئ يتوقف عند جزئية معينة وهو يقرأ للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مثلما فعل من؟ مثلما فعل طه حسين على هامش السيرة. ده ياخدني بال طه حسين وعملين قدمهم طه حسين. الوعد الحق وعلى هامش السيرة. على هامش السيرة والوعد الحق. كلمنا يا فندم. الوعد الحق وده تحول على فكرة، تحول ده كان أول فيلم على فكرة بظهور الإسلام. صحيح. يعني وأنا ظهور الإسلام، وده يمكن ده أول فيلم مثل فيه الفنان المصري أحمد مظهر، وكان معه عبد المنعم ابراهيم، وكان معه سعد اردش توفيق الدين. اول فيلم مثل فيه احمد مظهر كان فيلم ظهور الاسلام، وده كان سنه 51 1951. الوعد الحق هو ده بالظبط، حاول طه حسين الحديث عن الحياه البدويه قبل قبيل ظهور الاسلام، وما كان ينتاب القوافل من سلب ونهب والحياة البدوية بصفة عامة. لكن طه حسين ذكر عبارة شهيرة جدا وقال ايه؟ كنت اطوف واجول من خلال القصص والحكايات، ولكن عند الحادثة التاريخية كنت التزم بالتاريخ. عندي يعني الاجزاء التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول كان طه حسين بنفس النص قال كنت التزم الحادثة التاريخية ولا احيد عنها، كنت احيد واطوف واجول نفس النص في بالاتيان بقصص حتى تشوق المتلقي لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما آتي عند حادثة بعينها حدثت للرسول محمد صلى الله عليه وسلم كنت ألتزم الأحداث التاريخية التي جاءت في الكتب. على فكرة هذا الأمر يجرنا إلى الحديث عن كتابي في الشارع الجاهلي، ده كتاب يعني الكتاب ده احدث يقظه كبيره جدا. انا هاخد كلمه، هاخد جمله من حضرتك دكتور عزوز مهمه. فكره الادب، فكره وجود يعني صياغه السيره او كتابه السيره النبويه الشريفه باسلوب ادبي، الكثير يعني بتستخدم الادب، يعني انت ستدخل الخيال الى منطقه الكتابه، وانت تتحدث عن وقائع تاريخيه. صح. كيف يكون هذا الامر؟ حضرتك وضحت هذا الامر فيما فعله طه حسين بالتحديد. صح. في عمله الوعد الحق. هذا العمل تم تحويله في الفيلم السينمائي كما ذكرت. صح. بالفعل اول فيلم اللي هو فيلم ظهور الاسلام اللي كان سنه 51 اول فيلم على الشاشه، اول فيلم على الشاشه. معانا جزء من هذا الفيلم دكتور عزوز، مشاهدينا الى جزء من فيلم ظهور الاسلام، هذا الفيلم اللي كان انتاج 51 وقصه وحوار الكاتب الكبير طه حسين. والان يطيب لنا الحديث. مصطفى، لا يطيب لنا حديث حتى افهم ما بينك وبين غلامك. اقول لك انتظر انت وورقه، فسيطول انتظاركما ولن تعرفا من خبر السماء شيئا. مشاهدينا، قد يكون ما كتبه الكتاب والأدباء عن السيرة النبوية الشريفة موجها إلى طبقة بعينها من الناس، وهي بالطبع الطبقة ذات الثقافة العالية، ولكن هناك من الإبداعات الأخرى التي تناولت السيرة النبوية الشريفة والتي كانت موجهة إلى جميع الطبقات وبالأخص الطبقة الشعبية. وهنا أنا هنا أعني وأتحدث بالتحديد عن فن المديح النبوي. دكتور عزوز، بتتفق معي أن فن المدائح النبوية، يعني عندما أنشدت هذه المدائح، عندما أنشدت أصوات كبار مثل محمد الكحلاوي وياسين التهامي وسيد إمام وأمين الدشناوي وأحمد التوني، هذه المدائح كان لها تأثير على نطاق أوسع بكثير من هذه الكتب. الأغنية، الإنشاد المديح بالتحديد. ما زلنا حتى الآن نستمتع حينما نسمع محمد الكحلاوي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل صلاة على النبي لجل النبي، والنقشبندي والكبار، معظم هؤلاء المنشدين أتوا بقصائد الكبار وغنوها. يعني لم نصل الى ام كلثوم، احنا مع المنشدين هؤلاء المنشدين الدينيين
ثم بعد ذلك حتى ربع العدوية رأيت العشق الإلهي والصوت إن أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي هو أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. رأيت العشق الإلهي، وده إنشاد ديني الكحلاوي النقشبندي، عدد من المنشدين وخاصة في مصر، وخاصة في مصر قدموا لنا زادا عظيما من الانشاد الديني. يعني لما بنسمع يعني ياسمين الخيام وهي تتحدث عن ام النبي، هذه الاغنيه التي تحرك القلب من مكانه، نسمع مثلا السيده ام كلثوم، ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. لا خلينا نفرق ما بين المدايح المدح والاناشيد اللي هي قدمة. الاناشيد اساسها قصائد شعريه غير الاغنيات. تمام. يعني ليه؟ لان انا بقول يعني حتى هذه يعني حتى هذه المدايح النبويه كانت مقدمه للطبقه الشعبيه بالتحديد. صحيح. عندما تتذكر محمد الكحلاوي وياسين التهامي وكل هذه بالضبط التي يعني تحدثت عنها، هتلاقيها انها يعني طبعا هي رقت رواجا بالنسبه لكل الطبقات الثقافيه والمجتمعيه وهكذا، ولكن تيجي عند الطبقه الشعبيه بالتحديد. صحيح. وكان لها يعني قبولا كبيرا للغايه، حتى انها رفعت من وعي هؤلاء. صحيح. يعني فيما يخص يعني الحياه الدينيه، وقربت الناس من الدين. ده صحيح، وقربت الناس من الدين، وده لما سميه الوسيط. الاغنيه دي وسيط زي ما نحن الان كده، وسيط للمشاهدين. الأغنية أو الإنشاد ده وسيط، يعني لما نسمع قصيدة أو إنشاد ديني لشيخ النقشبندي، يعني وخاصة مثلا نسمعه في شهر رمضان بتلاقي الإنسان قلبه كده بيحن. صحيح. خلينا معانا جزء من أغنية لأجل النبي يا دكتور عزوز، مشاهدينا إلى هذا الجزء من لأجل النبي بصوت محمد الكحلاوي. لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي. يتهموني انت عارف من عبادك ايه حصل، ايه حصل لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك، والنبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي. القعدة حلوة والنبي عند النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي. القعدة حلوة والنبي عند النبي. يا إله الكل عين، محد عني لأجل النبي، لأجل النبي. يا نصيري يا إلهي يا مجيري، انت جاي انت تولي لي يا ربي والنسوني، هو حسبي لم يكن لي غير بابك، لم يكن لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك، والنبي انا حبيب النبي تقبل صلاتي على النبي، انا في جاه النبي تكرم عبيدك، والنبي لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي. مشاهدينا، السيرة النبوية الشريفة تم تناولها في مسلسلات تلفزيونية مثل على هامش السيرة والوعد الحق ومحمد رسول الله، أيضا تم تناولها في أفلام سينمائية مثل ظهور الإسلام وفجر الإسلام والشيماء والرسالة وغيرها. دكتور عزوز، خلينا نبدأ بالتلفزيون والمسلسلات
التي اعتمدت بالتحديد على نص ادبي زي على هامش السيره والوعد الحق لطه حسين او محمد رسول الله لعبد الحميد جوده الصحاره. هل اعتماد هذه المسلسلات على نص ادبي كان سبب رئيسي في نجاح هذه الاعمال والاعلاء من قيمتها الفنيه يا فندم؟ اي على الرغم من قله هذه الاعمال الا انها تركت اثرا كبيرا في الوجدان العربي ككل، وكانت مصر سباقه في فعل هذا الامر الى ان جاء يعني هذه في المسلسلات الى ان جاء العبقري السوري مصطفى العقاب وقدم لنا فيلم الرساله. لا خلينا في التلفزيون، السينما لها وقتها. دلوقتي في التلفزيون يا فندم وانا بتكلم عن اعمال بعيد، طبعا كان فيها اكتر من عمل في التلفزيون صحيح. لكن بعض هذه الاعمال كان ماخوذ من اعمال ادبيه، ذكرنا صحيح. محمد رسول الله لعبد الحميد جوده الصحاره وكلنا نتذكر صحيح. هذا المسلسل العبقري صحيح. ذكرنا على هامش السيره لطه حسين طبعا صحيح. الوعد الحق اتعمل فيلم الحياه واتعمل مسلسل ايضا في التسعينات صحيح. وبالتالي هذه المسلسلات التي اعتمدت على عمل ادبي، لان هناك مسلسلات لم تعتمد صحيح. على نص صحيح. ادبي صحيح. اعتماد هذه المسلسلات على نصوص ادبيه كانت سببا رئيسيا في نجاحها؟ لا مش ليست سببا قد يكون عمل غير ادبي ويكون ويحقق نجاح كبير يعني قد يكون غير نص ادبي، ولكن النص الادبي هو المخرج بطريقه او باخرى بيحاول بقدر المستطاع ان يلتزم بالنص المكتوب، على الرغم ان المخرج له الحريه في ادخال بعض الاشياء والخروج من بعض الاشياء من اجل الغرض الدرامي صحيح. يعني الدراما هي حراره العمل اللي بتخلي المشاهد متلهفن عاوز يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. طب هذه الاعمال دكتور عزوز هل قربت المشاهد العادي من هذه الاعمال الادبيه؟ قد يكون يعني قراءه الوعد الحق وعلى هامش السيره فيه بعض الصعوبه على بعض يعني الناس من ذوي الثقافه المتوسطه. قربت بالظبط كده. هل قربت وخاصه في فتره الابيض والاسود، ايام ما كان في قناه واحده او قناتين عندنا كان الكل بيحاول ان يتشبث للاستماع لهذه المسلسلات التي كانت تصل الى شهر وشهرين كمان نعم. فكان الكل يعني في تتابع لها يعني، والان نعود الى هذه المسلسلات لنحاول الاستفاده منها حتى في الاخراج وحتى في طريقه العرض وما الى ذلك. في الوقت الحاضر طبعا العالم تغير والميديا تغيرت، وفي لحظه بتجيب الحاجه وبتسمعها وبتخلصها في يوم، لكن منذ وقت وليس بطويل يمكن بدايه التسعينيات وما قبل ذلك كان المسلسل له صيته وله حكاياته، حتى بنتذكر رد السيره الهلاليه والسير الشعبيه التي كانت تذاع في الاذاعه المصريه العظيمه وكان الاباء والامهات ينصتون اليها، نفس الحكايه هذه المسلسلات. العمل الادبي الذي يتحول الى عمل درامي هو شيء عظيم جدا صحيح. ولكن يحتاج الى الحبكه ودراما، وكثير من الاعمال الادبيه فشلت في الوصول الى الجمهور صحيح. طيب في السينما بقى دكتور عزوز، في السينما تم تقديم عدد قليل صحيح. من الافلام صحيح. يعني الدينيه بوجه عام ومن الافلام عن السيره النبويه بوجه خاص يعني 10 12 فيلم على مدار صحيح. تاريخ السينما صحيح. وده كان قليل جدا طبعا يعني بحجم مثل الامه الاسلاميه، خاصه انها جاءت في فتره يعني الافلام اللي قدمت في الخمسينات معظم صحيح. هذه الافلام معظمها يعني كان في الخمسينات، والحقيقه الخمسينات والستينات كانت فتره ذهبيه، كان من الممكن انتاج اكثر من هذا الرقم كثير. وبالتالي لماذا يا فندم هذه القلة الشديدة؟ صحيح. يعني نحن في حاجة الآن إلى إعادة تقديم هجرة الرسول بطريقة حديثة. أي نعم الأعمال التي قدمت وهي أعمال قليلة يعني أوصلت الفكرة بطريقة أو بأخرى. لما نتحدث عن مثلا فيلم الشيماء أيضا أحمد مظهر وسميرة أحمد وعدد من الأبطال، وانظر إلى تصلب فكر بجاد زوج شيماء، وشيماء كانت أخت الرسول في الرضاعة، وشيماء هذه هي من بني سعد قبيلة حليمة السعدية مرضعة الرسول، وتصلب الرأي يظل العمل من أوله إلى آخره في تصلب رأي زوج الشيماء التي هي اخت الرسول عليه الصلاه والسلام في الرضاعه. طب دكتور عزوز الدراما قامت على هذا الاساس. نعم على ذكر بقى فيلم الشيماء وحضرتك ذكرت انه بطوله احمد مظهر. احمد مظهر قدم 150 فيلم من ضمنهم ثلاثه
من ضمنهم ثلاث افلام تاريخيه. ما ده كنت حاسه على كده، هل الممثل الذي يقوم بادوار تاريخيه وادوار دينيه بالتحديد يجب ان تكون له معايير خاصه؟ احمد مظهر قدم ثلاثه افلام، يعني قد يكون الحظ ساعد، قد يكون الحظ ساعد احمد مظهر. ليه؟ احمد مظهر كان قائدا فارسا في الجيش، وكان ليه اصدقاء، عزيز دين ذوالفقار وغيره من الاصدقاء الذين عملوا في مجال السينما، فاخذوا احمد مظهر معه. بل احمد مظهر اول ما بدا في فيلم ظهور الاسلام بدا بطلا، وهو هذا الامر الذي ساعده على الانتشار اكثر واكثر. وحينما وصلنا الى فيلم واسلاماه او نصر صلاح الدين او رساله، برضو كان رسالة احمد مظهر لم يكن مشارك، كان الرسالة كان عبد الله غيث وحمدي غيث ومنى واصف الممثلة السورية العظيمة التي قدمت هند عتبة في هذا العمل. انا يعني فيلم الرسالة، يعني فيلم رسالة كإخراج سينمائي لم نصل إليه حتى الآن. هذا الفيلم تكلف بس تكلفة حدود 17 مليون دولار، ممكن نتحدث 76. قد نكون لدينا حظ ووقت نتحدث عن هذا الفيلم في نهاية الفقرة، بس أنا هرجع تاني بقى للشيماء يا فندم. الشيماء هذا الفيلم الرائع الحقيقة. كان في مجموعة من الأغاني يا دكتور عزوز، يعني بيقول البعض وأنا من بينهم أن هذه الأغاني كانت سبب أساسي في نجاح هذا الفيلم، اللي هي كانت بصوت سعاد محمد. سعاد محمد، نعم، وأغاني الفيلم والأغاني. نعم. طبعا الأغنية بصفة عامة في العمل الدرامي بتسقي العمل الدرامي. نعم. احنا لما كنا بنلاحظ على الشيماء وهذا الصوت الجميل لسعاد محمد في هذا العمل، وهي تطوف في قبيلتها لإثناء قبيلتها على عداوة محمد، وتحاول أن تبرر وتحاول أن تؤكد على أن هذا الرسول بهذه الأخلاق العظيمة هو نبي مرسل من عند الله. يعني شفت أخته، وليست أخته شقيقته بل أخته في الرضاعة، وحاولت بقدر المستطاع أن تثني هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم بأنه يبتعدوا عن رسول محمد، لأنه بالفعل هو نبي الرحمة وصفاته كذا وكذا. ولما نسمع صوت سعاد محمد والكلمات، حتى هنسمع يا فندم يعني هنسمع صوت سعاد محمد ونسمع الكلمات ونشوف أداء سمير أحمد في هذا الجزء من الفيلم العبقري الشيماء. بني قيلة، هذا سعدكم الذي تنتظرون، إنها البشرى، وصل محمد، وصل محمد. الشكر علينا مدعا لله دا. مشاهدينا، من أعظم ما كتب الشعراء في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما كتبه الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي. أحمد شوقي كتب مجموعة من القصائد تصل إلى 7 قصائد في مدح الرسول الكريم، نذكر منها سلو قلبي، العرفات، نهر البردة، ولد الهدى. دكتور عزوز، يعني كثير من الشعراء يعني مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، كعب بن زهير، حسان بن ثابت، الإمام الشافعي، الإمام علي رضي الله عنه في كتابه نهج البلاغة، ولكن يبقى شعر شوقي مختلفا. صحيح. بداية أحمد شوقي، يعني قيل من قبل شيخ الأزهر السابق شيخ الزواهري أن الرسول جاءه في المنام وبشره بأن شوقي سوف يموت وسنلقاه قريبا وما إلى ذلك، وذهب شيخ الأزهر إلى شوقي وحكى له، فبكى شوقي وعرف أن حياته ستنتهي. أحمد شوقي كتب من الشعر الكثير والكثير، لدرجة أن الشيخ الشعراوي حينما كان يذكر اسم أحمد شوقي كان يقول أحمد شوقي رضي الله عنه. أحمد شوقي كتب عدد كبير من القصائد يأتي على رأسها نهج البردة التي يقول في مطلعها حتى يصل إلى مدح الرسول محمد: ريب على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. هذه القصيدة دكتور عزوز اللي هي نهج البردة جاءت متأثرة كثيرا بقصيدة البرجة، معارضة للبردة البصيري، للإمام البصيري. المعارضة في الشعر أن يأتي الشاعر الآتي بنفس الوزن ونفس القافية للشاعر السابق، ولكن بكلمات مختلفة. أنا كنت عايزة المعارضة، كنت عايزة أفهم كلمة المعارضة. كلمة المعارضة حضرتك ليس أن أنا أعارض هذه القصيدة قولا وفعلا، لا. المعارضة هي يعني مثلا الإمام البصيري، وأذكر لحضرتك جزئية المعارضة فين تحديدا، هي المعارضة نفس الوزن ونفس القافية ونفس الموضوع. يعني الإمام البصيري
رحمة الله عليه كان يقول: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء قاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك أن قلت اكففا همتا، وما لقلبك أن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين مضطرب منه ومنصرم، لولا الهوى لم ترق دمع على طلل، ولا أرقت لذكر الباني والعلم. هنا الباني والعلمي أحمد شوقي بدأ بها بقى، ريم على القاع بين الباني والعلمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، حتى يصل أحمد شوقي إلى مدح الرسول. طبعا الشعراء حتى الذين مدحوا الرسول كان حريا لهم أن يبدأوا بالغزل حتى يستلهموا الناس، وحتى يقربوا الشعر إلى الناس، مثل القصائد الجاهلية كان يبدأونها بالغزل. أحمد شوقي وصل إلى قوله: لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم، فاق البدور وفاق الأنبياء، فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم. نعم، هكذا مدح أحمد شوقي رسول محمد. وهكذا الحقيقة يعني أحمد شوقي كتب هذه القصيدة نهج المرضى بإحساس صوفي كبير للغاية. صحيح. وملحن الكبير رياض الصنباطي أيضا لحنها بإحساس صوفي كبير للغاية، وغنتها أم كلثوم بإحساس صوفي لا يقل عن الاثنين. أخذت منها بعض الأبيات. بعض الأبيات معانا يا فندم جزء من هذه الأغنية، مشاهدينا لنهج المرضى بصوت أم كلثوم. العرب وحدهم هم من كتبوا في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، كان هناك كتاب آخرون من الغرب ومن الشرق. من الشرق على سبيل المثال نذكر الفيلسوف والكاتب الفارسي أو الباكستاني بالتحديد محمد إقبال، ومن الغرب نذكر أو ذكرنا بالفعل إيميلي المستشرق إيميلي بيرمنغهام، وهناك هذا الكاتب الإنجليزي توماس كارليل، وهناك غيرهم كثيرون. هذه الكتابات الغربية في المقام الأول، غربية وشرقية، والهند هناك كتاب كبار كتبوا عن الرسول محمد، كتب كتاب من الغرب ومن الشرق طبعا بالإضافة إلى كتاب العرب. أكيد كل هذه الكتابات يعني دكتور عزوز تقف، تستطيع أن تقف وتجيب يعني على أمور تحدث في وقتنا الراهن، أمور مثل الإسلاموفوبيا على سبيل المثال، مثل العنف الذي يتخذه البعض ويتخذ الإسلام يعني يعني كوسيلة لي أو يحتمي بالإسلام وكل هذه الأمور. تعليق على هذه الكتابات بطبيعة الحال هي تخدم الإسلام، ولكن هناك بعض العقول الضالة التي قد تأخذ منها بعض الأمور وتنحرف يمينا أو يسارا. علينا نحن كمثقفين أو كأدباء أو ككتاب يعني نحاول بقدر المستطاع الكتابة في هذه الموضوعات والتأكيد على هذه الجزئيات التي أمرنا بها الدين الإسلامي الحنيف، أنه دين إسلامي ليس دينا إرهابيا، هو دين للسلام
وليس للحرب. إذا نحن أيضا علينا دور كبير دكتور عزوز في هذا الأمر. دكتور عزوز علي إسماعيل أستاذ الأدب والنقد والبلاغة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت هذه الفقرة، ما زال هناك فقرة ثانية بعد الفاصل عن المخرج من زاوية أخرى، فابقوا معنا. والله يا فندم ولا الجيب ولا البارة. سمعني انت بتقول ايه؟ كل خير يا فندم. انا شو عرفتك في شيء انت قلت؟ يوفو 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 يوفو. هتشربي بالزوق ولا كتفك؟ اختارت المحكمة في اتنين قلوبهم دور. بقى حضرتك يا احمد افندي يسري الضابط ايه ده يحسبه؟ اللحم الابيض المتوسط. فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصور فقد تفسق.